واش خوت، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في نهار جديد، مرحبا بكم في فلوق جديد كيف العاده. الفلوق ديالنا اللي كنطلعوا نديروه في القريه، نطلعوا نتولعوا شويه، نضحكوا مع الحباب والصحاب. ريت اخويا نبيل جاي ولا لي باك اليوم الصام ديالنا، شي حاجه زوينه تبارك الله، شي حاجه خدمه بروفيسيونيل. تحياتي ليهم كاملين اللي كيسمعوا فينا وكيحبونا، وتحياتي لكم كاملين نتوما اللي كتفرجوا فينا وكتخليونا التعاليق ديالكم واللايك ديالكم. شكرا لكم بزاف من القلب. فوالا الخوت، حنا يلاه وصلنا للفقره كيفما كتشوفوا. الفقره مبلبل اليوم، الدنيا عامره، مجري على بلاد بصحاب الكلاب وصحاب المقريين كيكونوا وقعوا في السوق، مجرين عليهم. السوق الداخل عامر، كاين دايرين طروطوارات الداخل، والسوق مبلبل وخايب صراحه. الدنيا عامره، ما كاين فيه الدور اخوان اللي عنده شي طريق للسوق. الناس حيت بنادم راه خاسر كما نقولوا حنا برودويات ماكله مؤخرا، الزوار طلع له واحد الثمن خيالي تبارك الله. الناس اللي فقر عليهم راه كلشي عاز طير، يعني اللي عنده شي طريق يبداو الثمن مزيان، اللي عنده شي طريق للسوق هادشي اللي كاين تبارك الله. واش الخوت، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في نهار جديد، مرحبا بكم في فلوق جديد كيف العاده. الفلوق ديالنا اللي كنطلعوا نديروه في القريه، نطلعوا نتولعوا شويه، نضحكوا مع الحباب والصحاب. راني فايق اليوم معطل، هذا 12 لاروب، خلينا صحابنا وحبابنا كيسولوا فينا وكيعرفوا لنا التليفون. قسما بالله بغاو يعزوا شي واد ديال الكاميرا يطلعوا يتولعوا بهم ويخدموا بهم ويسمحوا لينا بزاف. وخلينا حتى خويا نبيل جاي ولا لي باك اليوم الصام ديالنا، شي حاجه زوينه تبارك الله، شي حاجه خدمه بروفيسيونيل. حتى هو يسمح لينا بزاف، راه خليناه كيتسنانا. راه ساكن في مدينه برشيد وجا شال كازا على قبلنا وكيجي تولع شويه في القريعه حتى هو. تحياتي ليهم كاملين اللي كيتسناو فينا وكيحبونا، وتحياتي لكم كاملين نتوما اللي كتفرجوا فينا وكتخليونا التعاليق ديالكم واللايك ديالكم. شكرا لكم بزاف من القلب، ما طولش عليكم بدي بزاف، طلعوا في القريعه تولعوا مع مولاها وتو صحابنا. تحياتي لكم كاملين والله يدير الخير. بالبل اليوم، الدنيا عامره، مجري على بلاد اصحاب الكلاب واصحاب المقريين كيكونوا وقعوا في السوق، مجرين عليهم. السوق الداخل عامر، كاين دايرين طروطوارات الداخل، والسوق مبلبل وخايب صراحه. الدنيا عامره، ما كاين فيه الدور، ما كاين فيه التصور. المهم شويه نريحوا بما تنفس السوق شويه، نضربوا دويره، ناخذ لكم شي لقطات ديال الطيور الزوينين، الطيور اللي غيولعونا شي طفرات زوينه ان شاء الله نقدر نصورهم. هانتوما كتشوفوا مورايا، الدنيا راه عامره، ما كاين فيه التحرك، والشفاره موجودين اكوكو. المهم الخوت، نستناو ان شاء الله طفرات غنصورهم لكم، انواع غنوريهم لكم. كيف ما قلت لكم الخوت، غيتنفس السوق شويه ونبداو الدويره ديالنا على بركه الله، وكيف العاده الله يدير الخير. فوالا الخوت، اول بياسه غنصورو سوق راعي كيف ما كتشوفوا، بياسات ديال الهيبي، كاين بلون دومينو، بياسات اللهم بارك شي حاجه زوينه، راني قلبتهم بيديا، كاين ديكورات تبارك الله زوينين. بالنسبه لهنايا راه هادو هما نشيوات كيف ما كتشوفوا، نشيوات تبارك الله زوينين في صحه جيده، كاين اللي جايين في الوجه هذا، كاين اللي واجدين، غير ما كاينش البياسات متشحمين. المهم اللي بغى شي حاجه راه تبارك الله بياسات زوينين وفي صحه جيده. هنايا عندنا الديكور تاهما، هاد السيد تبارك الله راه جاي بياسه تبارك الله ديال الدار، شي حاجه زوينه. اللي بغى شي حاجه مرحبا به، انا في الاخر نخلي لكم النميره ديالو تواصلوا معاه. وانا كلشي بغى ديالك، اللهم بارك شي حاجه زوينه. هانتوما بياسه تبارك الله، اللي بغى شي حاجه انا نخلي لكم النميره ديالو تواصلوا معاه. راه تبارك الله بياسات ديال الدار كيفما كتشوفوا. المهم كلها وشحال كيعطيك؟ اللهم بارك شي حاجه زوينه. بالنسبه للثمن كيبقى الثمن شحال كيبقى؟ 200 درهم بياسه. كيف ما سمعتوا الخوت، 200 درهم بياسه. اللي بغى شي حاجه هيبي، بغى شي حاجه في بلون دومينو، راه 200 درهم بياسه، وراه بياسه تبارك الله ديال الدار، شي حاجه زوينه. اللي بغى شي حاجه انا نشوف السيد اللي بغى يعطينا النميره تواصلوا معاه. بزاف ديال الناس كيتوصلوا على البلون دومينو على الهيبي في البلون، راه تبارك الله بياسه زوينه. خلي لي النميره اذا كان ممكن. صفر 6 دبل 0 270 464. اللي بغى شي حاجه راه بياسات ديال الدار 600
عبد الرحيم ربيتش عند خويا عبد الرحيم تحياتي خلك امور الله يدير الخير خوت احنا مع العشاب خويا عبد الحفيظ او الدرب نوع شيري وباتون كرم الصلاه وقت حنا فينا قدينا مع الغارات خذا شي واد ديال بلون دومين تبارك الله راه تبارك الله خذا شي حاجه زوينه شي حاجه في مستوى راه واهده تبارك الله الله يفتح لك باتون كرم وكتب الغارات ها هو بيتا تبارك الله واللي خاصه شي حاجه وكان جاي القريعه وبغينا نشوفوا له شي حاجه مرحبا به ما كاين شي مشكل الله يفتح لك باتون كرم تحياتي راه بجوج مولاي الدرب ماشي مولاي اخوان ها ولاد الدرب نادو تحياتي هانتوما الخوت شفتكم في بداية ديال الفلوق انا جينا عند با نبيل تحياتي راه الصديق ديالنا وعشيرنا جابنا لي باك ستام ديالهم اللي خاصه شي حاجه في لي باك ديال الزياشا جوج فاصلة خمسة ديال البيروج ديال لي كالوبسات يدوي مع خويا نبيل انا نخلي لكم النميره ديالو ثمن مناسب وشي حاجه زوينه تبارك الله ها هما لي باك نوريهم لكم دابا ها هما لي باك الخوت اللي جاب لي نبيل كما كتشوفوا اللي خاصه شي حاجه يتواصل مع خويا نبيل في النمره ديالو الله يحفظك يا خويا تحياتي كان الربع السوق قال لك بو نبيل راه لي راس ما كاينش وصلوا الناس كاع الموالين اخوان اللي عنده شي طريق السوق بغيت نقول لك ناس حيت بنادم راه خاسر كما نقولوا حنا برودويات ماكله واخا الزوار طلع واحد الثمن خيالي تبارك الله الناس هنا في القرع اليوم راه كلشي عاز طير يعني اللي عنده شي طريق يبيعو بثمن مزيان اللي عنده شي طريق السوق هادشي اللي كاين تبارك الله ها انتم اخوت سمعتوا الكلمه ديال خويا نبيل المهم عاود نقول لكم اللي خاصينو لي باك ولا خاصينو قراصه ديال الكنار اي حاجه عندها علاقه بالزواج يديروا مع خويا نبيل راه كيسكن في مدينه برشيد تواصلوا معاه والله يسهل الامور اخويا نبيل كيف ما شفتوكم الخوت السوق راه عامر راه والله ما كاين فين الدور قسما بالله غنحاول نصور لكم عند خويا سعيد عند واحد الدري حداه خويا سعيد راه جيب تبارك الله لي راس زوينين شي حاجه في المستوى راه ما قدرتش ندور بزاف راه الدنيا عامره وشفاره وبزاف ديال الحوايج غنصور لكم دابا عند خويا سعيد راه جيب شي حاجه في المستوى اجي نشوف شنو جيب هانتوما الخوت اللهم بارك تبارك الله كيف ما كتشوفوا سعيد اللهم بارك اليوم راه مدخل المليح وديما جيب المليح لسوق العيون وسام ولي غياخذ ان شاء الله لك شابت ليه المهم اللهم بارك لي شاف شي حاجه يقول تبارك الله اللي شاف شي حاجه الخوت يبارك لمولاهم شي حاجه زوينه ها هو اللي مفتح لنا ناصر من الصباح مبغاش الكاميرا مبغاش الدور مرحبا خويا مرحبا ها هو فوالا الخوت هذا هو السي عثمان عثمان معروف والغني على التعريف هذا هو اللي كيعرف شامه راه كتجي من العائله هي النحله المهم اللي خاصو العسل الخوت اللي خاصو العسل راه كيجيب شي حاجه تبارك الله في مستوى راه عنده عسل تبارك الله شي حاجه زوين دغموس ياكل العيبان شامه اون بيرسون كتجي ياك كاين اللي كيعطيك العسل المهم الخوت هذا راه خوتي يخاف من شامه خويا صايك الضحك انا لا بورطابل ما قدرش يهزو داك تولي قرصانه ولي فخ الخوت ها هو اسامه تحياتي خويا اسامه الله يحفظك كيف ما لكم الخوت راه تبارك الله با سعيد ديما مدخل الجديد للسوق راه ديما مدخل المليح المعروف بالمليح تبارك الله هانتوما كوبل اللهم بارك مفرخه ثلاث الوليدات اول خدمه ليها هاد الكوبل راه ديجا كانت باع لواحد السيد والسيد جابها لي دابا قال لي ها يا خويا فرخات عندي قال لي راه باغي نبيع شي مزير شويه وجابها لي راه خداها با سعيد اللي شاف شي حاجه يقول تبارك الله ويدي الله يجي شي بركه فحال هذه اللهم بارك كان عندك فحال هادشي في الدار راه هذه الدنيا وما فيها هذه الاولى هذه بصح نتي واش تبارك الله راه بدات كتجمع في العش الثاني اتشهلو بابي مور بي يلا درتي نفس وحيتي البلدي وربيتي الفلوس ما عنديش بلدي اخويا ما عنديش بلدي اخويا ما عنديش بلدي اخويا المهم اللي خاصه وبقات انا ما تباعش دا اسامه ولا دا شي واحد راه نخلي لكم النميره ديال خويا سعيد من غير هاد لي كوبر عنده كوب الاخرين تواصلوا معاه وتحياتي والله يدير الخير ايوا الخوت هاي طوي بلاد الخوي سعيد كيف ما كتشوفوا اللي كيدخل المليح معروف في القريعه وحنا مع احسن باع عثمان في العالم ها هو المساعد الرسمي ديال خويا سعيد راه خدام مع خويا سعيد مي بالبيان سعيد راه كيمشي يدور وهو مسكين مقابل لي الطويرات ديالو كيبيع ويشري معاه واللي خاصو العسل راه كتجي لكم قبيله راه عنده العسل تبارك الله شي حاجه لا كاليتي اللهم بارك المهم غايقول لنا الكوب اللي كاين هنايا ويقول لنا الثمن حتى هو بغا يدوز سعيد المهم خويا عثمان قول لنا عثمان هذه هنايا كاينين الله يحفظك انا عندنا كوبلا موزايك روج تكير اللهم بارك كيف ما كتشوفوا بياسه شي مال تبارك الله شي حاجه زوينه اللهم بارك كوبلا شحال الثمن ديالها 600 درهم يعني شحال 12 ريال هنا كاين غير نشاوي ديال الموزايك روج
رانا كاين بزاف، كاين جوج موزايك جون وقيله، واللي بقى ولا كلشي موزايك روج. كاين كامل كلهم 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 موزايك روج. شحال نتاو هنا كيبقاو؟ 300 درهم. كاين تشيب 1 وتشيب 2 تبارك الله 300 درهم الخوت اللي خاصو موزايك جون. بزاف كيسولوا عليه. هنايا عندنا لاكات اوبال موزايك جون، وكاين لاكات كلاسيك. هنا شحال كتبقى بياسه؟ 700 درهم الكوبله. لاكات اوبال موزايك جون 700 درهم الكوبله الاخوان كيف ما سمعتوا. هنا كاين بياسات ديال البلدي، كاين البلون دومينو، كاين باناشي، راه هنا كاين البلون دومينو. هنا كروازي بالريسيسيف ياك، كروازي هذوك، هادو كروازي بالريسيسيف كيف ما كتشوفوا، بلون دومينو كروازي بالريسيسيف. شحال بياسه هنا؟ 30 درهم، مشيوات راه بيتهم راه واجدات ياك، اغلبيه تنشاوي واجدين. كروازي بالريسيسيف 230 درهم الثمن الاخر ديالهم. البلون دومينو عندي شاو شحال الثمن؟ نورمال 190 درهم 200 درهم، ولكن نورمال 190 درهم. 190 درهم 200 درهم، 190 درهم 200 درهم. وكاين الاول العادي باناشي، كاين الكريز، الكراس، كاين الكوره تمايا اللي بقاو ديال 150 درهم. الدراري اللي كيبغيو يتمزكم عارف الناس باغيين تغريد وباغينا حط كير حدا يبقى يتصنط ليه، 150 درهم 180 على حسب جيبك. وهنايا كاين لوبار، كاين لاكات اوبال موزايك جون، كاين لاكات كلاسيك. اللي بغى شي حاجه مرحبا به. ها هو خويا عثمان تواصل معاه، خلي لكم النميره ديالو ولا النميره ديال خويا سعيد. حتى هو راه كاين تبارك الله بياسات زوينين. كاين بورتور، بورتور ديال الفايو شحال حتى هو؟ 250 درهم، 250 باللغه الفرنسيه اللهم بارك. المهم الخوت عمر بورتور تبارك الله حتى هما موجودين عند خويا سعيد. اللي بغى شي حاجه مرحبا به. خويا سعيد وخويا عثمان راه معروفين في السوق القريعه، غني على التعريف. واللي بغى العسل ينتج عندك العسل. مرحبا مرحبا. اللي خاص يدوز لاباج فيليت شينيال، فيليت سميان سير فيسبوك وبيان سان انستغرام. كاينين الكونتاكت هنا الف مرحبا. نخليكم الرقم، اي حاجه اي كونسلطاسيون من طرف اي واحد فينا بغى يكون على معلومه على حساب عالم ديال النحل او عالم ديال العسل، كيفاش انه يقلل وكيفاش انه ياخذ. الف مرحبا. مرحبا بكم الخوت اللي خاصو عسل، اي معلومه بغاها. حتى هو مرحبا. عنده ذكوره ديال الزرزوريه باقي في الواحد وسام طارق علينا حتى هو هنايا. الكره ديال الزرزوريه واجدين سايلين جيو خدموا. تحياتي الخايس، الله يحفظك باش. مرحبا. راه عندهم ان شاء الله بحول الله واحد ملتقى اسوسياسيون جمعيه نورمالمون. انا جو سو ان انتربرونور سبورتيف. اللهم بارك. اول مره نقولها الاخوان تبارك الله. ايش نهار عرفتوا الاخر جامعه جميع انواع جميع اصناف اطباء تبارك الله. هذا الحسن واحد ملتقى زوين، عند واحد ملتقى زوين ونخرجوا نديروا واحد خرجه رياضيه سويعه 200 ونص. مرحبا. لا غراتويتم، غراتويتم تهلاو في الطيار ديالكم. هذا الشيء اللي كاين. المهم خلينا خلي نطاق الولاعه، لا داخل نطاق الولاعه. عرفتي علاش؟ باش ما تبقاش تحكزوا على بقيه ديال الطيار ديالكم. فهمتك. هذاك الطير مع كل يتهلا في الطياره وينقي كلشي نوض نموسي موسط. خلينا النمير ابا عثمان ديالك. بالنسبه للرقم ان شاء الله بحول هو 07 77 71 58 00. هذه هي النمير ديال ابا عثمان اللي خاصو طويرات ولا خاصو العسل شي حاجه لاكاليتي تبارك الله. مرحبا به. وطويرات عند بو سعيد تورك الخير لكم النميره ديالو. الله يحفظك لنا خويا عثمان، شكرا بزاف. وخويا عثمان راه كوميدي وكيضحكنا ديما والله عمر هضر، من الناس الطيبين في السوق القريعه. تحياتي وتحياتي احسن بيع وشري. باشو الخوت عام تلاقينا دابا مع خويا عبدو اللي كنقول لكم ديما عليه، وكنقول لكم اخويا عبدو موزايك جون لا الفاشي حاجه تبارك الله زوينه. رجع الاولى راه خاد الريسيسيف خا شي بيسه زوينه تبارك الله. قنار 100 درهم، 100 درهم، 100 درهم. فينا هو 100 درهم؟ المهم خوت خويا عبدو تحياتي راه عشيري وصاحبي وتبارك الله كاتب شي بيسه زوينين. 70 درهم، 70 درهم. كان راه عزو، راه عندك فينا هو مطلوب. 70 درهم. المهم هما بياسه اللي خرجت تبارك الله. هاهي كيف ما كتشوفوا بياسه ريسيسيف اللهم بارك. بياسه الشيمات هو عزيز عليه الحاجه 2019 2020، ما كيبغيش ولاد العام كيكرههم راه كان قال لي. المهم واحد منا يرجع بقوه ان شاء الله خويا عبدو. وخويا عثمان بغى يقول لنا شي حاجه. واحد النقطه للتوضيح الاخوان، راه التسميه على حسب الالوان وعلى حسب المراس وعلى حسب المستوى وعلى حسب النقاء. ولا حسب مع احترامات الجميع كاملين، كل واحد وشحال كيدوز الثمن على حسب التهلو ديالو والفراز ديالو غدوز الثمن. فوالا هذا هو اللي كاين. السوق راه داير البيض راه ثمن، الصفر ثمن، هذا ثمن، كل حاجه بثمنها. وكنتمنوا للجميع الاخوان كاملين اللهم يسر، الله يوفق الجميع. امين. وموسي موفق الجميع كاملين. امين. لا مرض لا كوكسيدير لا حتى شي حاجه. تحياتي وباشا تحيه ودانيه الاخوان. واخر كلامنا هو الله يدير الخير. الله يدير الخير خويا. الله يدير. فوالا الخوت عشاق تاع الحصون اللهم بارك. طوير تبارك الله قريع اللهم بارك. كلشي قدامكم
اللهم بارك شي حاجه زوينه شي حاجه ما كايناش في السوق قليله كيف ما كتشوفوا طويله تبارك الله اللي بغى يكسبوا مرحبا به راه قريع عود العام عطيه كلام عطيه كلام وداني تبارك الله كيف ما سمعتوا راه عطيه كلام وداني اللهم بارك قريع راه باينه من الوقفه ديالو تبارك الله بدا اللي مبدل تبارك الله بدا زوينه كسيوا عنده والله الا ما نعاودش لك تبارك ياك مرقد سيدي ايفني كيف ما سمعتوا الاخوان تبارك الله كسيوا زوينه مبدل بداله واعره اللهم بارك شفت الحميره كيديره اللي بغاه راه عند الصديق ديالنا وعند الاخ صديق ديالنا كنتلاقاو معاه ديما في قريعه وكيجي يوقف معانا ويسلم علينا اللي بغاه مرحبا به راه ود العام راه يلاه خارج الكلام ياك يلاه خارج هذا خارج هذا بالنسبه شحال عطاوك فيه عطاوني 5 دواقات عطاو 500 درهم الخوش كيف ما سمعتوا 500 درهم يعني 50 فرنك اللي عطاوه في سوق قريعه اللي قادر يزيد شي حاجه واللي بغى يتفاهم معاه انا نخلي لكم النميره ديالو وتواصلوا معاه خلي لي النميره 07 07 80 37 16 هاي النميره السميه نسيتها احمد احمد خويا احمد تواصلوا معاه الناس ديال البرنوسي كازا اللي خاصه شي حاجه وراه عنده كاين طويرات في الدار كاين طويرات في الدار شحال كان راه عنده كيلو بلون دومينو كاين بياسات ديال البرانيه هما تبارك الله تكير هذا هو ديال البرانيه شي حاجه هو زوينه تبارك الله شي حاجه ضربه في الكاش المهم اللي خاصه اي حاجه في المقنع ولا الكنار مرحبا به هذه نتي ولا تكير ديال البرانيه تكير الثمن ديالو حتى هو 200 درهم اللهم بارك زوينه تبارك الله كيف ما شفتوا البياسه تبارك الله مليحه ماشي ديشي والله الا شي حاجه زوينه عندك تبارك الله تكير ستايل 200 درهم ستايل حتى هو شحال ضارب 200 ضارب شهرين شهرين يعني طوير مزون اللهم بارك اللي خاصه شي حاجه مرحبا به الله يسر الله يسر الامور ابو احمد تحياتي الله يحفظك لينا الله يحفظك الله يسخ الامور الله يرحم الوالدين مرحبا اخويا العزيز مرحبا انا مع عمي مولها وتا غيمشي في حالاته راه مصباح ومريح انا ما جيتش عنده انا اللي من الغلط تحياتي احسن عمي مولها وتا في العالم سلمنا على الجمهور تسلموا على جميع الموالي تحياتي كاع الموالي مولها وتا راه غادي في حالته لدارو اللي ما تقداش هاد السيمانه الكنار ما عمرو تقدا السيمانه كان شويه طاح حتى ما ولكن الحاجه اللي حذر بعزه الحاجه اللي زوينه راه بعزه قول لهم 100 درهم والله حاجه نطحت ولو ما المهم حاجه زوينه راه جمال الخو باش عرفوا هاد اللعيب تحياتي احسن مولها وتا في العالم الله يعاون راه يلاه فوالا الخوت بعد طول الغياب شحال ما جينا عند با عبد الغني احنا اليوم جينا عنده لي ظروف كانش عنده داكشي علاش ما كانش كيجي للقريعه فوالا راه لقينا كيجمع كلشي دابا راه مابقاش حتى طويره كانش عنده شي حاجه زوينه في لي كالوبساج كانوا عنده لي زاسي بارا شي حاجه زوينه تبارك الله ما كتبش هاد السيمانه ان شاء الله السيمانه الجايه نجيو عنده نشوفوا داكشي اللي عنده المهم هادشي اللي باقي دابا كيف ما كتشوفوا باقي عند بياسات ديال الموانو ها ما تبارك الله لا فيش عشاق موانو الناس تبغى يلا باغا تربي ولا باغا تعرف لي المعلومات ها ما تبارك الله بياسات عند خويا عبد الغني شحال تبقى الكوبلا على عبد الغني الكوبلا الموانو دايرين 120 درهم 120 درهم من خوت الموانو يعني صويا راه تبارك الله في المتناسب ديال الواحد اللي بغى ياخذ مرحبا يتعشق بهم هنا بقى عندنا واحد الكوبلا ديال البينو اللهم بارك كوبلا هادو ولا كوبلا كوبل البينو تبارك الله كيف ما كتشوفوا البينو راه قليل في السوق راه حتى واحد كيجيبو قليل شويه اللهم بارك هذا راه عند خويا عبد الغني حتى هي اللي بغاها مرحبا به راه نخلي لكم في الاخر نمادي خويا عبد الغني تواصلوا معاه بغا هاد الكوبا ديال البينو مرحبا به واجدين ياك واجدين تزاوج بالنسبه للثمن راه تواصلوا معاه ويقول لكم الثمن ديال اي حاجه وهنايا عندنا طائر الباجي ناس اللي تعشق طائر الباجي كاين بياسات رينبو مستوى تبارك الله زويون ها انتوما جولد فيت شي حاجه زويونه بلو سكاي كاين الموف كاين بياسات ديال الهوغو اللهم بارك اوبا لاين شي حاجه زويونه بالنسبه للهوغو الثاني كيبقى منين ثانيين اخويا 400 درهم 600 درهم بياسه على حسب السبانجل ولا اوبا لاين المهم اللي خاصه شي حاجه ما طولش عند خويا عبد الغني راه بغى يمشي بحال هادو للدار الله يرحم الوالدين خويا عبد الغني تحياتي لك والله يسخر لك الامور خلينا النميره عاود لينا خليوها الاخوان 06 15 48 93 54 هذه النميره ديال خويا عبد الغني راجل الله يعمرها دار وضريف اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه الله يسخر لك الامور والله يدير الخير ايوا الخوت هنا هو الشاف ديال العصابه ديال السوق اليوم شكون ناهي ديال البلوك ديالنا خبرنا على بوس محمد ما جيناش عنده راه كنا واقفين عند جيناش عنده مين بدا السوق ما جينا عنده كان مع صحاب قنيه وصحاب الخدام دواجين المهم الخوت ان شاء الله فلوق جديد وراه تبارك الله كانوا اليوم طفرات زوينين كانوا انواع زوينين كانوا افراق في المتناول ديال بنادم اللي بغى ياخذ كنار هاد السيمانه كانوا تبارك الله اثمنه في المتناول اللي بغى شي حاجه مرحبا به واللي بغى شي حاجه عند بوس محمد تا هو راه عنده بياس كلشي
كاين البادجي كاين الكناري كاين اي حاجه في الشوارع عنده في الدار. تحياتي لكم كاملين الخوت، ما تنساوناش بلي لايك ولي كومونتير ديالكم ضروري، شي قاعده سلبيه وشي قاعده ايجابيه ما كاينش مشكل، تهلاو فيها براسكم كاملين، تلقاو ان شاء الله فلوق جديد. واخر كلامنا الله يدير الخير. الله يدير.